السلام عليكم. سكرين شير باين عندكم. سكرين شير ده معاكم؟ معايا يا باشمهندس. طيب تمام. النهارده عندنا الجزء بتاع الـ Unsupervised Learning أو Clustering يعني. الـ Unsupervised Learning هو عبارة عن تاسك إن إحنا عندنا data points، بس الـ data points دي مش labeled، وإحنا عايزين نستنتج structure في الـ data أو patterns معينة فيها. بس ده على عكس اللي أخدناه في آخر section بتاع decision trees، كان بيبقى عندنا labeled data set، بس كل سامبل عارفين لها label معين. Yes و no. بس عايزين بقى نكلاسيفاي سامبلز جديده. هنا عندنا كل الداتا بوينتس اون ليبل، واحنا عايزين نطلع ستراكشر معين في الداتا. التاسك اللي عندنا كاكزامبل او كبروبلم يعني تحت بند الان سوبرفايزد ليرنينج هي الكلاسترنج. احنا عندنا بوينتس وعايزين نقسمها لجروبس. فهنا احنا بنبقى عايزين نخلي البوينتس اللي هي شبه بعض او قريبه لبعض مع بعض في نفس الكلاستر. احنا مثلا عندنا البوينتس دي مجرد اكس واي بوينتس 2 دي بلين، حاجه زي كده مثلا. فاحنا بنبقى عايزين ان احنا نجروب الداتا بوينتس اللي هم قريبين من بعض او شبه بعض في نفس الكلاستر، حاجه زي كده مثلا. الداتا بوينتس دي بقى مش شرط تبقى ارقام، يعني في النهايه ممكن تبقى اي جروبس، زي مثلا هنا في الاكزامبل ده عندنا تيشيرتس او سايزز بتاعت اشخاص. احنا عايزين نجروب السايزز اللي شبه بعض بحيث ان احنا نعملها في كاتيجوريز معينه زي سمول وميديوم. كاننا عندنا مجموعه من السايزز مثلا، زي مثلا سايز 10 11 12، مجموعه من السايزز، واحنا عايزين السايزز اللي قريبه من بعض تبقى مع بعض في نفس الجروب. يعني يكون ده مثلا جروب وده جروب وده مثلا وصف. في النهاية عندنا مجموعة من البوينتس واحنا عايزين نقسمها لجروبس او هنسميها كلاسترز. احنا خدنا في الموضوع ده تو الجوريزمز، الكي مينز الجوريزم وحاجة اسمها هيراركال كلاسترنج، دي تحتيها الجوريزمز المختلفة. بس احنا هنبدأ بالكي مينز. الالجوريزم بتاع الكي مينز بيشتغل ازاي؟ اول حاجة احنا هنختار كي داتا بوينتس بشكل راندوم. خلاص فليكن عندنا بوينتس بالمنظر ده، زي ما هتحسبوه شويه، عندي حاجه بالمنظر ده، واختار كي بوينتس. الكي دي انا اللي بحددها. انا هنا شايف مثلا ان انا عندي 2 كلاسترز، بختار ان الكي ب 2، الكي دي بتمثل عدد الكلاسترز، وهنقي اي 2 بوينتس بشكل عشوائي. بس اختار وليكن دي ودي مثلا، يبقوا هما الانيشال سنترويدز بتوعي. بس الكلاستر، كل كلاستر المفروض ليه سنتر، فانا انيشالي هختار ات راندوم 2 سنترز، وبعدين اعدي على كل البوينتس اللي عندي واحاول اساين كل بوينت للكلاستر عن طريق ان انا اقيس الديستنس من البوينت دي ال 2 سنترز. يعني مثلا عايز امسك البوينت دي اعرف هي تبع كلاستر 1 ولا كلاستر 2، فاقيس الديستنس اللي عندها سنتر الاولاني، بقيس الديستنس بتاعتها للسنتر الثاني، اشوف هي اقرب لمين فيهم. خلاص اعمل الكلام ده لكل البوينتس بحيث ان انا احدد كل بوينت تبع انهي كلاستر. بس وليكن ان انا هلاقي البوينتس دي تبع الكلاستر الاولاني والبوينتس دي تبع الكلاستر الثاني. بعمل ايه؟ بحسب السنترويدز من اول وجديد. هاجي على كلاستر 1 ده ابديت السنترويد بتاعه، اخليه الافرج بتاع كل البوينتس، السنتر يجي ايه؟ يبقى في النص كده. هنا نفس الكلام، بدل ما السنتر هنا يبقى ايه؟ الافرج بتاع كل البوينتس. خلاص افضل اكرر العمليه دي بقى في اتريشنز. اخترت كي، عملت اساين كل بوينت للكلوزست سنترويد، حسبت السنترويدز من اول وجديد، وافضل اعيد الكلام ده في اتريشنز لحد لما اوصل للكونفرجنس كرايتيريا. خلاص يعني الحاجه اللي هتخليني اوقف بقى الوايل لوب ايه هي؟ ان انا الاقي ان مفيش اي ري اساينمنتس، يعني كل الداتا بوينتس بتبقى اساينت لنفس السنترويد فمش بيحصل تشينج، والسنترويد ذات نفسه بيفضل في نفس المكان.
اجي احسب السنتر الاقيه في نفس المكان ما اتغيرش، يبقى انا كده اقدر أرى. وانا اللي بحدد بقى ايه الكونفرجنس كريتيريوم عموما يعني. هنا بيورينا بس طريقه حساب الافريج بتاع السنترويد يعني، بيبقى بالمنظر ده. في النهايه لو انا مثلا عندي 2 دي بوينتس مثلا حاجه كده، اعمل ايه عشان اجيب السنتر؟ اجيب الافريج بتاع الاكسات والافريج بتاع الوايات. هنا ده افريج بتاع الاكسات وده افريج الوايات، وبس انا كده جبت ايه السنتر بتاعي. بس ده اللي بيعمله هو، بيجمع هنا مثلا اكس 1 اللي هو يعني اول محور، بيجمع الداتا ويقسم على العدد. نفس الكلام هنا، لو البوينتس مثلا كانت متكونه من ثلاث نقط او ثلاث دايمنشنز يعني او اربعه او اي عدد، نفس الكلام هجيب الافرج بتاع كل دايمنشن لوحده، يطلع لي ايه في النهايه؟ سنترو. بس وهنا برضو بيقول لي ازاي احسب الديستانس من اي بوينت للسنتر. هنا بستخدم مثلا الاوكليديان ديستانس، هنا بستخدم الاوكليديان ديستانس علشان يحسب المسافه من البوينت للسنترويد. وممكن بعد كده هنشوف يعني المسائل ممكن نستخدم اي ديستانس او اي فانكشن ثانيه يقول لنا عليها، مش لازم الفانكشن. ده اكزامبل يعني لما كنا لسه قايلين من شويه، انا عندي اهو شويه داتا بوينتس، عملت راندوم سيلكشن لكي كلاسترز اهو، ادي اول بوينت اخترتها وتاني بوينت، انا حددت بس ان الكي باتنين ونقيت اي تو بوينتس بشكل عشوائي، اخترت النقطه دي بالنقطه دي. في اول اتريشن هعمل حاجتين، اساين اشوف كل نقطه تبع انه كلاستر، لقيت ان هنا النقط دي النقطه دي 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 كلهم اقرب للسنتر ده حطيتهم هنا، وباقي البوينتس اقرب للسنتر التاني. طيب بعد الكلاستر اساينمنت هعيد حساب السنترويد، اجيب السنترويد بتاع الكلاستر ده فيطلع حاجه في النص هنا، السنترويد بتاع الكلاستر التاني يطلع حاجه في النص هنا. طيب بعدين اعمل ايه؟ هفضل اكرر الكلام ده، هعمل برضه خلاص بقى عندي تو سنترويدز جداد، يبقى اروح لكل بوينت واشوف هي اقرب لمين، هلاقي ان التو بوينتس دول انضموا ودخلوا تبع الكلاستر ده، البوينتس دول بقوا اقرب للسنتر ده، باقي النقط تبع الكلاستر التاني وهكذا. افضل اعمل الكلام ده لحد ما الاقي مفيش تشينج، الاقي ان السنترويد والنقط بتاعتي خلاص كل حاجه ثابته في مكانها، مفيش حاجه بتتغير. يعني جيت احسب الافرج بتاع الكلاستر ده، الافرج بتاع الكلاستر ده واساين البوينتس تاني، مش هلاقي تغيير خلاص كده، ممكن اوقف اللوب بتاعتي. في حد عنده مشكله في الالجوريزم ده؟ هنشوف بقى عليه مسائل في الشيت، بس دي الفكره بتاعته. دي شوية مشاكل في الـ K-means. أول حاجة لازم نبقى بندفاين سم فانكشن علشان نحسب المين، حاجة زي كده مثلا. لو احنا الـ points بتاعتنا دي عبارة عن شوية أرقام، فهنا المين سهل إن احنا نعرفه. بس لو أنا عندي الحاجة اللي أنا بحاول أعمل لها grouping أو clustering مش متعرف لها مين بشكل معين، فبالتالي دي هتبقى مشكلة، لأن في النهاية محتاج أحسب centroids علشان الـ algorithm يشتغل. اليوزر هيحدد الكي برضو، يعني هنا مثلا لو انا عندي كلاسترنج واضح بالمنظر ده كده ان انا عندي تو كلاسترز، هنا لو حد شاف المنظر ده يبقى عارف ان في تو كلاسترز. بس احنا بالنسبه لنا في الكي مينز لازم ندخل كانبوت ان الكي بتساوي 2، بس فبالتالي اليوزر هو اللي هيحدد الكي، الالجوريزم مش هيكتشف عدد الكلاسترز لوحده. وتالت مشكلة هو سنسيتيف للأوتلايرز، الأوتلايرز يعني داتا بوينتس الفاليوز بتاعتها اكستريم شوية مقارنة بالداتا اللي عندي. زي مثلا أنا عندي كل البوينتس في الداتا سيت في الرينج ده، لقيت بوينت لوحدها هنا كده، فدي هتأثر شوية على الريزلت بتاعت الكلاسترنج بتاعي، لأن هنا الكلاستر سنترويد بدل ما كان هيبقى هنا هنا في النص مثلا حاجة كده، لا بسبب وجود النقطة دي السنترويد اتحرك وبقى ايه في النص، عشان يبقى في نص الداتا بوينتس دي كلها.
بس فبالتالي الاوتلايرز دي هتأثر لك شوية على الريزلت بتاعت السترينج. هي ممكن تبقى يا اما values extreme في الداتا يا اما errors في الداتا ارقام غلط وهكذا. ففي كذا طريقة ممكن تعمل بيها مع الاوتلايرز. اول حاجة ان احنا يبقى عندنا algorithm على جنب كده قبل ما نعمل clustering يشيل الاوتلايرز. بس اول حاجة ممكن نرموف شوية من الداتا بوينتس. وتاني حاجة ان احنا ممكن نعمل random sampling. random sampling يعني انا هاخد مثلا الداتا سيت مثلا هاخد منها 90% من البوينتس خلاص بشكل عشوائي، فاحتمال قليل ان انا اخد النقطة دي اللي هي المفروض النقطة دي بتبقى نادرة يعني. بالتالي لما اعمل random sampling بنسبة كبيرة هاخد، لما اخد بوينت بشكل عشوائي هيجي معايا البوينتس اللي هي ما فيهاش مشكلة، بس ان الشانس ان انا الاقي اوتلاير هي الشانس قليلة. بعد كده باقي بقى البوينتس هتعمل لها assignment للكلاستر سواء بقى عن طريق الديستنس او similarity، بس انت كأنك شلت دي خالص والباقي بقى تقدر تعمل له assignment للcentralizing الجديدة. تمام، دي من الويكنسز بتاعت الكينز اللي بتتأثر بالاوتلايرز بالبوينتس. في كمان ويكنس الانيشال سيتس، ان انا الانيشال بوينتس اللي انا هبدا بيها الالجوريزم احنا قلنا نختار بوينتس ات راندوم نبدا بيها السنترويدز بتاعتنا. فانا هنا مثلا اخترت البوينت دي والبوينت دي، اختياري ده لو فضلت اعمل بقى الاتريشنز بتاعتي هلاقي انها وصلتني في الاخر لكلاسترنج بالمنظر ده، بس هو جروب فيه البوينتس اللي تحت وجروب فيه البوينتس اللي فوق. في حين ان انا من البدايه لو كنت اخترت بشكل عشوائي النقطه دي النقطه دي وكملت الاتريشنز بتاعتي الاقي في الاخر ان انا قسمت البوينتس بالمنظر ده. فاختياري للانيشال سيدز او الانيشال راندوم بوينتس هياثر في النهايه في شكل الكلاستر. دي حاجه انا مش بتحكم فيها، انا اختار عشوائي مش هبقى عارف من البدايه شكل الكلاسترز عامل ازاي. ادي ويكنس. كمان اخر ويكنس التشيب نفسه، لان احنا لو احنا بنستخدم حاجة زي الأوكليديان ديستنس، الأوكليديان ديستنس البوينتس اللي بتبقى على مسافة متساوية من السنترويد بتبقى شكل دايرة كده، فبالتالي هو بيحاول يكوب البوينتس أو شكل الكلاسترز بتاعي يعني بيبقى عامل كأنها سفيرز أو إليبسويدز حاجة بالمنظر ده. إنما لو شكل الكلاسترز عامل كده مثلا هو مش هيعمل يعني مش هيعمل لي ده في كلاستر 1 وده في كلاستر 2 مثلا، لا هو دايما هيحاول يطلع حاجه بالشيب سواء سفيرز او سويدز، وهتلاقي ان الكلاسترز بتاعتك بقت عامله كده. فدي برضو ويكنس ثالثه في الالجوريزم. ده الكي مينز الالجوريزم. في حد مش فاهم؟ خدنا برضو حاجة اسمها الهيراركال كلاسترينج. في الابروتش ده بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نقسم السيتس السيت اوف بوينتس بتوعنا لكلاسترز بشكل سيكونشال. يعني مثلا ممكن اعمل الموضوع ده بشكل بوتوم اب، يعني ابدا ان كل بوينت عندي يكون عندي داتا سيت بالمنظر ده، هبدا اعتبر ان كل بوينت في كلاستر لوحدها، كل داتا بوينت جوه كلاستر لوحده، وبعدين اشتغل بوتوم اب يعني اشوف فين اقرب تو بوينتس واعمل لهم جروبنج مع بعض. خلاص فانا لقيت ان دول اقرب تو بوينتس لبعض في الداتا سيت مثلا، اجمعتهم مع بعض في كلاستر، وبعدين دول تاني اقرب تو بوينتس فاجمع دول مع بعض وهكذا. بعد كده مثلا هلاقي التو كلاسترز دول اقرب حاجه لبعض فاجمعهم في كلاستر. فهنا بنعمل الكلاسترنج بشكل سيكونشال. دي حاجه اسمها اجلوميريتيف، ده بوتوم اب يعني هبدا من كل بوينت في كلاستر لوحدها واجمعهم، او ممكن يبقى عندي العكس توب داون استراتيجي يعني ابدا كان كل البوينتس في الداتا سيت في سنجل كلاستر، وبعدين ابدا اقسمهم بقى اجمع دول لوحدهم ودول لوحدهم
وبعدين وزن التلاستر ده اقسمه مثلا جزئين، الجزء ده والجزء ده. دول زي تو جنرال ابروتشز، يعني اقدر اعمل بيهم كلاسترنج للداتا، يا اما ابدا بكل بوينت لوحدها واجمعهم مع بعض، او اعتبر ان كل حاجه في كلاستر واحد وابدا اقسمهم لكلاسترز اصغر. بس ده اسمه هيراركال كلاستر. احنا اللي هناخده في الالجوريزمز دول هناخد الاجلوميريتي هو البوتوم اب. اول حاجه احنا قلنا ان احنا بناخد اقرب تو كلاسترز لبعض ونضمهم على بعض الالجوريزم ده، صح؟ فاحنا محتاجين طريقه نقيس بيها المسافات ما بين تو كلاسترز. يعني ايه؟ نحدد الديستانس بين كلاستر 1 وكلاستر 2. كلاستر ده مش بوينت واحده، كلاستر ده المفروض ان هو كولكشن من البوينتس. انا اول حاجه محتاج الالجوريزم بتاعي اعرف طريقه اقيس بيها المسافه ما بين تو كلاسترز. انا في عندي كذا طريقه مختلفه ممكن اقيس بيها الموضوع. اول حاجه السنجل لينك ده بياخد المسافه بين اقرب نقطتين لبعض في التو كلاسترز، يعني كاني هبص على كل البيرز من البوينتس واشوف فين اقرب اتنين، والديستانس ما بينهم هي اعتبرها المسافه ما بين التو كلاسترز. ده اسمه السنجل لينك. في كومبليت لينك ده بيقيس المسافه بين ابعد نقطتين عن بعض في التو كلاسترز، بس يعني كل البيرز اوف بوينتس اللي عندي بين كلاستر 1 وكلاستر 2 نشوف ابعد اتنين عن بعض والمسافه ما بينهم هي المسافه ما بين التو كلاسترز. ده كومبليت لينك. اخر حاجه اسمها الافريج لينك، ده هيحسب بقى المسافات ما بين كل بوينت. يعني همسك البوينت دي بجيب المسافه ما بينها وبين كل البوينتس اللي هنا، ونفس الكلام همسك البوينت دي بجيب المسافه ما بينها وبين كل البوينتس اللي هناك، وهكذا اجيب كل البيرز وافرج المسافات دي كلها. ساعتها دي هتبقى المسافه ما بين كلاسترز. دي كلها ميجرز مختلفه للديستنس، سواء سنجل لينك او كومبليت لينك او افرج. الالجوريزم بقى السودوكيت بتاعه، او اول حاجه ان احنا بتبدا نعمل الديستنس ماتريكس، بنبدا بداتا بوينتس. ليكن مثلا عندي هنا 4 داتا بوينتس، مثلا A B C D. فاول حاجه بشوف المسافات ما بين كل الكلاسترز وبعضها. هنا انيشالي بنقول ان كل بوينت تبقى كلاستر، فاول حاجه بحسب الديستانس ماتريكس. الديستانس ماتريكس دي اللي هي حاجه فيها كل المسافات ما بين الكلاسترز وبعضها. طب يعني نعمل حاجه شبه كده، مثلا A B C D عند الروز و A B C D عند الكولومز، وبحسب المسافات. يعني المسافه بين A و A اكيد بزيرو، المسافه بين A و B احسبها سواء بقى بسنجل لينك او كومبليت لينك او باي حاجه، احسب المسافه A و C احسب. خلاص ليه بقى بملى الماتريكس دي؟ عشان يبقى عندي كل الديستانسز ما بين كل الكلاسترز وبعضيها. ما احنا قلنا اللي بنعمله ان احنا عايزين نشوف فين اقرب تو كلاسترز علشان ندمجهم مع بعض. خلاص فاول حاجه بتقيس الديستانسز عشان نشوف مين اقرب تو كلاسترز. بعد كده تفضل بقى تكرر العمليه دي، هتميرج تو كلوزست كلاسترز، وليكن مثلا هتميرج A وB مع بعض، وتابديت الديستانس ماتريكس. وليكن ان انا لقيت في الماتريكس الكبيره دي A وB هم اقرب تو بوينتس لبعض او اقرب تو كلاسترز لبعض. اعمل ايه؟ امرج الاي والبي مع بعض واعمل ديستانس ماتريكس جديده. الاي وبي دي خلاص بقى عندي كلاستر كده اسمه ايه؟ اي وبي، وسي دي لسه زي ما هم لوحدهم. احسب بقى المسافات دي، اي وبي كلاستر ده والكلاستر ده هم نفس الكلاستر، فالمسافه بينهم زيرو. المسافه بين الكلاستر اي بي وسي احسبه، وهكذا تحسب كل المسافات. ترجع اشوف مين اقرب تو كلاسترز تدمجهم مع بعض، وهكذا. الكلام ده تفضل تكرره لحد اما توصل ليه ان انت ضميت كل حاجه في كلاستر واحد، او ان انت وصلت لنون نمبر اوف كلاسترز. يعني انا ممكن اقول ان انا هفضل ادمج كلاسترز مع بعض لحد ما اوصل ل 3 كلاسترز. خلاص انا برضو ممكن يعني اتحكم في امتى هوقف الـ
عنده سؤال في الجزئية دي. هنشوف اكزامبل دلوقتي. ادي اهو اكزامبل، عندي شوية داتا بوينتس بالمنظر ده، بوينت A 1 1، بوينت B 1.5 1.5، بوينت C 5 5، وهكذا. عندي شوية بوينتس بالمنظر ده. قلنا أول ستيب في الألجوريزم إن أنا هعمل الديستانس ماتريكس. بص يعني هجيب المسافات ما بين كل الكلاسترز وبعضيها. انيشيالي الكلاسترز هي مجرد سنجل بوينتس. هات المسافات ما بين كل بوينت والتاني. هستخدم هنا مثلا اوكليديان ديستانس. مسافة من A وA 0، مسافة بين A وB هحسبها ازاي؟ نحسبها اوكليديان ديستانس عادي جدا. ادي 2 بوينتس. بحسب المسافة ما بين، تطلع مثلا 0.71 وهكذا. انت هتجيب تعمل ماتريكس كاملة بالمنظر ده فيها المسافات ما بين كل نقطة او ما بين كل كلاستر وكلاستر. ابص بقى في التيبل ده او في الماتريكس دي واشوف فين اصغر قيمة، لان يعني اصغر قيمة بتمثل اصغر ديستانس. الاقي مثلا ان النص هو اصغر بلد. طبعا الزيروز دي ماليش دعوة بيها، دي مسافة بين الكلاستر ونفسه، اكيد مش اختار. لقيت مثلا ان الدي والاف هما دول اقرب كلاسترز لبعض عشان المسافة ما بينهم هي اصغر حاجة، فهدمج الدي والاف مع بعض. خلي الماتريكس بتاعتي A B C، بعدين D F، دي كده كده كلاستر على بعضه، سبيد ال D وال F وال E. خلاص، واقدر ابديت الديستانس ماتريكس، احسب المسافات ما بين كل كلاستر والكلاستر الثاني. وعلشان احسب المسافات ما بين الكلاسترز احنا قلنا محتاجين نستخدم حاجه معينه زي سنجل لينك او كومبليت لينك او افريج لينك. بس هيحدد لنا في السؤال بقى احنا محتاجين نستخدم انهي طريقه علشان نقيس المسافات ما بين كلاسترز وبعض. نفضل نعمل الكلام ده في اتريشنز لحد ما نضم كل حاجه في سنجل كلاستر. يعني انا هنا ضميت التو بوينتس دول على بعض. الاتريشن اللي بعديها لقيت ان الاي والبي هم اقرب تو كلاسترز فضمتهم على بعض. بس والديستانس ماتريكس بتاعتي بقت بالمنظر ده. بقى فيها الاي بي وفيها الدي اف. طيب عندي ديستانس ماتريكس جديده، هعمل ايه؟ هشوف برضه فين اصغر مسافه بين تو كلاسترز. لقيت ان هي المسافه بين الكلاستر ده اللي هو فيه الدي والاف مع بعض واللي فيه الاي، في الاف واي. خلاص، فانا المفروض هضم دول مع بعض في الاتريشن اللي جاي. ضمت، بعد ما ضمتهم في كلاستر احسب ديستانس ماتريكس جديده وهمش وهكذا. خلاص، لحد ما الاقي في النهايه ان كل حاجه بقت جوه كلاستر واحد كبير. تمام، ده الاجلومريتيف الجوريزم. احنا قلنا سودو كود بتاعه. في حد عنده مشكله معاه؟ كان في السكشن اللي فات ناس ما كانتش عارفه تجوين الميتنج، فهل الكلام ده اتحل ولا لسه؟ هل في حد عايز يجوين ومش عارف؟ في شوية حاجات محتاجين نعرفها في الهيراركال كلاسترنج برضو. أول حاجة الدندوجرام، ده بيبقى تري بالمنظر ده. تري دي بتمثل الكلاسترنج بتاعتنا ازاي. أنا انيشالي عندي كل حاجة لوحدها، خلاص عندي 6 بوينتس أهو، فكان انيشالي عندي 6 كلاسترز. فاحنا قلنا بنمشي ستيب باي ستيب، نشوف فين أقرب 2 كلاسترز لبعض وندمجهم في كلاستر جديد. فانا هنا بصيت لقيت ان الدي والاف هم اقرب 2 لبعض. خلاص، ده كان في الاكزامبل اللي فات، يعني هي نفس الارقام ونفس الاكزامبل. لقينا الدي والاف هم اقرب 2 لبعض، فهنحطهم في كلاستر. خلاص، الديستانس ما بين الدي والاف كانت بنص، الديستانس ما بين التو كلاسترز دول كانت بنص.
فهحط هنا على الاكسس ده الديستنس بنسميها اللايف تايم هنا، بس هحط هنا نص. طيب بعد كده مين اقرب تو كلاسترز بعد الدي والاف؟ الاقي ان هما الاي والبي المسافه ما بينهم كانت 0.71 صح؟ هي هنا كده، هي دي كده، دي تالت ستيب رقم ثلاثة. بعد كده الاقي ان انا هضم الدي والاف مع الاي، والمسافه ما بين التو كلاسترز دول اللي هم الدي والاف والاي المسافه بينهم كانت 1. خلاص هو نفس الاكزامبل بنفس الارقام اللي هي كانت هنا، دي اف والاي المسافه بينهم كانت 1. خلاص هكذا تفضل نكمل لحد ما نوصل ليه ان هو كل حاجه بقت في كلاستر واحد. خلاص هنا كده اخر حاجه 2.5، دي اللي هي كانت المسافه ما بين كلاستر، الكلاستر ده كله على بعضه هو بيضم ال دي والاف والاي والسي والكلاستر بتاع الاي بي. المسافه بين التو كلاسترز باستخدام السنجل لينك، هو هنا كنا شايلين السنجل لينك، المسافه بينهم كانت بتكون ونص. الماتريكس هتلاقي ان هي فعلا نفس الديستنس. بس ده اسمه الدندوجرام. احنا بنضيفين على الدندوجرام حاجتين، حاجه اسمها اللايف تايم بتاع كل كلاستر. اللايف تايم بتاع كل كلاستر ده بيتحسب ازاي؟ اللايف تايم ده هو الديستنس ما بين الكلاستر كان كرييتد امتى واختفى امتى. يعني مثلا الكلاستر ده ابتدى عند زيرو، اكيد انيشالي المسافه بين كل كلاستر ونفسه كان بزيرو، وبعد كده الديستنس هنا بقت بنص، بس هنا اللايف تايم بقت بنص. اللايف تايم مثلا بتاع كلاستر اللي بيضم A و B، خلاص هو شوف هو ابتدى امتى واختفى امتى. خلاص فهو ابتدى هنا عند الديستنس دي واختفى هنا. اختفى يعني انضم جوه كلاستر كده. خلاص يبقى دي حاجه اسمها اللايف تايم بتاعت كل كلاستر، اشوف هو ابتدى عند ديستنس كام واختفى او اندمج مع كلاستر تاني عند ديستنس كام، واطرح التو فاليوز دول من دي حاجه اسمها اللايف تايم. واضحه الاول اللايف تايم بتاعت كل كلاستر لوحده بتتحسب ازاي؟ ماشي. بعد كده عندنا حاجه اسمها الكي كلاستر لايف تايم، دي عباره عن ايه؟ هنا انا بحسب اللايف تايم لوجود خمسه كلاسترز مع بعض. خدها كاكزامبل، انا امتى بدا يبقى عندي خمسه كلاسترز؟ الاقي ان انا هنا في البدايه كان عندي سته صح، وواحد بس منهم يعني في اتنين انضموا على بعض خلاص فبقوا خمسه، فانا عايز اشوف امتى ظهر خمسه كلاسترز وامتى اختفى. فاحنا قلنا ده الديفينيشن بتاع اللايف تايم. اللايف تايم هو المسافه ما بين او الفرق ما بين الحاجه ظهرت امتى واختفت امتى صح. فانا امتى بقى عندي خمسه كلاسترز؟ بقى عندي خمسه كلاسترز اول لما الاثنين دول انضموا على بعض صح. طيب ده حصل عند ديستنس كام؟ 2.5. امتى اختفى وجود الخمسه كلاسترز؟ لما دول انضموا مع بعض، عشان كده بقى عندي اربعه كلاسترز مش خمسه صح. يبقى الديفرنس ما بين ده وده، ده حصل عند 0.71، الفرق ما بين ده وده هو 5 كلاستر لايف تايم. بس يعني اللايف تايم بتاع وجود كلاستر خمسه كلاسترز في الداتا سيت بتاعته. نفس الكلام 4 كلاستر لايف تايم، احسب الفرق ما بين دي وما بين اللي بعديها، على اساس ان انا هنا بدا عندي وجود اربعه كلاسترز صح، عند البوينت دي كان عندي اربعه كلاسترز وعند البوينت دي اختفوا بقوا ثلاثه صح. فبالتالي ال 4 كلاستر لايف تايم هو الديفرنس ما بين دي ودي 2.0 اللي هي عند 1 ماينس 0.7. وهكذا ال 3 كلاستر لايف تايم هطرح دي ماينس دي، في الاخر خالص هطرح 2 كلاستر لايف تايم هو الفاليو دي ماينس الفاليو دي اللي هي 2.5 ناقص 1.5. وهنشوف ليها استخدام واحنا بنحل في الشيت يعني الحته بتاعت الكي كلاستر لايف تايم.
في حد مش هيعرف يحسب الكيك فاستر لايف تايم؟ ماشي. طيب نبدأ نشوف مسائل الشيت. أول حاجة مدلنا هنا 8 بوينتس x1 لحد x8 خلاص كلهم 2 دي بوينتس، وعايزين نعمل الـ K-means clustering، نعمل الـ K-means clustering algorithm هنا. طيب هو بيقول لي initially فين الـ centers بتوعي؟ x1 و x4 و x7. بص هنا الـ K بتاعتنا بتلاتة، عندنا 3 centroids، عايزين نعمل 3 clusters. هنا الـ distance اللي هنستخدمها هي الـ Manhattan distance. دي تتحسب ازاي الـ Manhattan distance؟ حد يعرف؟ هنا الـ Manhattan distance هي بتبقى الفرق في الإكسات بلس الفرق في الوايات. يعني هنا مثلا لو حبيت أحسب الـ Manhattan distance ما بين الـ 2 points دول، أجيب الفرق في الإكس اللي هو بزيرو بلس الفرق في الوايات اللي هو بخمسة. تمام. طيب فده الديستنس اللي احنا هنستخدمه هنا، دي الفانكشن اللي احنا هنستخدمها كديستنس، مش شرط دايما نستخدم الاوكليديان زي ما هو طالب هنا. الكي مينز بيشتغل ازاي؟ احنا قلنا في كل اتريشن بنعمل حاجتين، اول حاجه بنقصاين البوينتس للسنترويدز، عايزين نعرف اول حاجه كل بوينت هي تبع انه كلاستر، وبعد كده بنابديت السنترويدز. بس فاحنا هنبدا باول ستيب ان انا عايز اقصاين كل نقطه من اكس 1 لحد اكس 8 تبع سنتر معين. خلاص تعالى نبدا ببوينت 1، انا عايز اعرف هي تبع تبقى تبع كلاستر بتاع اكس 1 ولا اكس 4 ولا اكس 7. هعمل ايه؟ احسب الديستانس ما بين بوينت 1 وما بين، في النهايه او بوينت 1 ممكن على طول، يعني مش شرط اعمل كده، بس لو حد عايز يحسب يحسب مثلا بين بوينت 1 ونفسها، فاكيد هتطلع بزيرو فهي مش محتاجه، يعني بوينت 1 و4 مثلا بين 1 و7 خلاص، فاكيد الاقي الزيرو هو اصغر حاجه يعني. خلاص بس تعالى نعملها، يعني دي 1 1 بزيرو، دي 1 4 المسافه بين النقطه دي و4 الاقي ان هي 3 بلس 2 اللي هي بخمسة، في دي 1 7 اللي هي مسافة بين نقطة 1 ونقطة 7 هلاقيها 1 بلس 9 1 بلس 8 اللي هي 9. بس فأكيد من الواضح إن أنا أساين بوينت 1 دي لمين؟ دي السنترويد اكس 1 بس اللي هي نفس البوينت يعني. بس فإحنا مش شرط نحسب يعني البوينتس دي، إحنا عارفين أوريدي هي تبقى كلاستر تبع مين. خلاص تعالى نشوف تاني بوينت، بوينت 2، احسب برضو المسافه ما بينها ما بين السنتر بتاع كلاستر 1 السنتر بتاع كلاستر 2 السنتر بتاع كلاستر 3 واشوف فين اقل فاليو. خلاص انا هنا اندر لاين ده كده نبقى عارفين ان هو تبع كلاستر 1. دي 2 1 مسافة بين نقطة 2 ونقطة 1 بكام؟ بخمسة. دي 2 4 بكام؟ ما بين نقطة 2 ونقطة 6 بكام؟ 6. المسافة بين نقطة 2 ونقطة 7، بس أنا دايما بقارن كل نقطة ب1 و4 و7، أحسب الديستنسز بتاعتي. ألاقي عندي ده 4. يبقى فين اقل فاليو في دول؟ الاربعه، يعني انا كلاستر نقطه 2 مع الكلاستر بتاع اكس 7. طيب اكرر برضو الكلام ده لكل النقط، دي 3 1 مسافه بين نقطه 3 ونقطه 1 12.
في 3 4 قلنا دي 3 1 ب 12 دي 3 4 7 ودي 3 7 ب 9 مين اصغر فاليو؟ لان هي 7 اللي هي مع كلستر بتاع بوينت 4 بوينت رقم 4 ذات نفسها خلاص مش لازم اعملها انا عارف ان بوينت 4 هي اوريدي مع نفسها الكلستر بتاعها يعني هي اوريدي السنتر بتاعها على بوينت رقم 5 على طول دي 5 1 ب 10 دي 5 4 دي 5 ودي 5 7 تطلع 9 ده برضو أصغر ديستنس هي مسافة بين نقطة 5 ونقطة 4 أنا أصين بوينت 5 مع الكلستر 4 نعمل نفس الكلام ببوينت رقم 6 دي 6 1 مسافة بين نقطة 6 ونقطة 1 هلاقي إن هي 4 و 6 10 وهنا دي 6 4 هلاقيها 5 دي 6 7 هلاقيها ب 7 هنا برضو من الواضح ان هي اقرب لنقطة 4 بوينت 7 ذات نفسها زي ما قلنا ملهاش لازمة نعملها احنا عارفين ان هي اوريدي تبقى 7 كلاستر ده هنخش على نقطة رقم 8 دي 8 1 ب 3 دي 8 4 2 دي 8 7 4 يبقى دي أقرب أنا كده عملت assignment كل نقطة لي السنترويد الأقرب ليها بس عشان أجمع البوينتس في clusters أنا كده الثري clusters بتوعي عاملين إزاي أو cluster بتاع الإكس واحد ده هل في أي حد معاه فيه؟ ها x1 بس تاني كلاستر اللي هو بتاع x4 في مين؟ في x4 ذات نفسها هي اصلا هي السنتر بتاع الكلاستر وفي x3 ادي x3 اهي وفي x5 في x6 وفي x8 كل النقط دي طلعت اقرب لكلاستر 4 فحطيتهم معاها في اخر كلاستر في مين؟ الاكس 7 لوحدها مفيش حد معاها في الكلاستر لحد هنا واضحه عملنا ايه؟ حاولت اصين كل بوينت للكلاستر الاقرب ليها ادي اول ستيب عملت اصين البوينتس للسنترويدز تاني ستيب اعمل ايه؟ اري كومبيوت السنترويدز احسب السنترويدز دي من الاول تاني مش منصوب اي ثينك ان اكس 2 المفروض تكون مع اكس 7 ان هي كده ما تحطش في كلاستر بس اكس 2 مع اكس 7 صح هي طلعت اصغر واحده دي هنا اكس 2 عايز اعمل ايه بقى بعد ما عملت اساين البوينتس للسنترويدز احسب السنترويدز الجديده اكتب هنا مثلا ريكومبيوت سنترويدز تعالى نسمي ده مثلا A D C تمام تعالى نحسب السنترويدز بتاعت الثلاثه كلاسترز دول من اول وجديد السنترويد بتاع ايه هيبقى عباره عن ايه هو ما فيهوش غير الاكس 1 اللي هي كانت 2 و 10 عايز بقى اجيب الافرج بتاع كل البوينتس دي خلاص لما اكس 3 واكس 4 واكس 5 واكس 6 واكس 8
فانت هت average النقط دي كلها، يعني هت average الاكسات اللي هي الثمانية والخمسة والسبعة والستة والاربعة عشان تجيب الاكس بتاعت السنترويد الجديد. بس average الاكسات وaverage الواي، average الاكسات ثمانية وخمسة وسبعة والستة والاربعة قسم بعد خمسة فيها في أفريج الوايات برضو. الوايات اللي هم كم؟ اللي هم بالأربعة والثمانية والخمسة والأربعة والتسعة. بس هتأفريج الوايات أربعة زائد ثمانية زائد خمسة زائد أربعة زائد تسعة يطلع لك السنترويد يعني بكام في النهاية؟ يطلع لك سيت. انا اجيب السنترويد بتاع سي هو الافرج بتاع الاثنين والسبعه. افرج الاثنين والسبعه في الاكسات اللي هو 9 عندي 0.2.7 هيبقى عندي 2 و1 على 2 ب 1.5 و5 و2 7 على 2 ب 3.5 صح. عندي هنا 1.5 3.5 كده انا جبت السنترويدز الجديد خلصت اول اتريشن. ماشي طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل اتريشن كمان، نفضل نعيد في الاتريشنز لحد لما نوصل للبرت مفيش حاجه تتغير. هو بيقول لك افضل كمل لحد لما ايه توصل للكونفرجنس. فنعيد بقى نفس الستبس تاني، خلاص بقى عندي سنترويدز جديده اقدر اعيد الستبس دي كلها من الاول. اعمل اتريشن 2 او هعمل فيها نفس الكلام ده. اول حاجه الساين points للcentroids امسك كل نقطة بحسب مسافتها لكلاستر A وكلاستر B وكلاستر C. خلاص يعني همسك point 1 واحسب المسافة ما بينها وما بين A. D1A هتحسب مسافة بين 2 و 10 وما بين السنترويد ده اللي هو 2 و 10 بص يطلع ب 0. بعدين هحسب V1B اللي هو المسافة بين نقطة 1 وما بين ال 6 وال 6 يطلع ب 8. وبعدين V1C مسافة بين نقطة واحد وما بين السنتر بتاع C بس اللي هو كان 1.5 و 3.5 قلنا تطلع بسبعة. بس يبقى أنا كده في النهاية بوينت 1 دي تبع مين؟ تاخدها مع مين؟ اعتبرها تبع كلاستر A هي الأقرب دي. أعيد الكلام ده بقى بوينت 2 بحسب دي 2 A بحسب دي 2 B بحسب دي 2 سي يطلع 5 و 5 و 2 بس يبقى انا عارف ان هي تبع كلاستر سي. بعدين دي 3 اي تبقى 12 دي 3 بي 4 دي 3 سي كان هعمله مع الفور حد الثمانية دي 4 ايه 5 دي 4 بي 3 ودي 4 سي 8 نقطة رقم 5 D5A 10 D5B
3 ودي 5 سي 7 بعد كده بي 6 اي 10 بي 6 بي ان دي 6 سي 5 بي 7 اي 9 بي 7 بي 9 بي 7 سي آخر بوينت رقم 8 دي 8 A ب 3 ودي 8 B 5 ودي 8 C ب 3 هشوف كل بوينت هي أقرب لمين 1 3 أقرب لل A 2 أقرب لل C هنا هاخد ال B وهنا هاخد ال B برضه هشوف فين أصغر رقم يبقى انت كده خلاص شايف ادي في اول كلاستر اللي هو ايه عندك بوينت 1 وبوينت 8 صح؟ x1 و x8 وهنا عندك x3 و x4 و x5 و x6 صح؟ وهنا عندك x2 و x7 7 x2 انت كده الاسايمنت الجديده بتاعتك لو عاملين ازاي بقى عندك x1 x8 عندك كلاستر بي اكس 3 اكس 4 واكس 5 واكس 6 اخيرا بقى عندك هنا اي اكس 2 واكس 7 بس ادي اول ستيب ان انا اساين البوينتس للسنترويدز تاني ستيب قلنا ان احنا نحسب سنترويدز جديده احسب سنترويدز جديده احسبها ازاي هاجي عند كل كلاستر ادي الكلاستر الاولاني افريج النقط بتاعته واحسب السنترويد بعدين افريج احسب السنترويد بتاعه افريج ده واحسب السنترويد بتاعه بس يطلع لك ثلاثه سنترويدز جداد هنا لما تيجي تافرج وتحسب هيطلع لك ان الـ A السنترويد بتاعه 3.5 والـ B السنترويد بتاعه 6.5 2 وربع 5 وربع السي هيبقى 1.5 3.5 ادي السنترويد الجديد انت كده خلصت الاتريشن اللي بعديها تعمل اتريشن كمان هتلاقي بقى لما تيجي تحسب اتريشن كمان وتحسب نفس الحسبه دي بالظبط D1A D1B D1C بس تحسب بقى طبعا المسافه عن السنترويدز الجديده هتلاقي ان انت بتطلع نفس الكلاسترز يعني مفيش اي اختلاف في الكلاسترز بتاعتك خلاص فانت كده ممكن تقول ان الالجوريزم بيكونفرج وتوقف على كده خلاص يا اما في السؤال ممكن يطلب منك عدد ثابت من الاتريشنز تعمله وتوقف عليه خلاص ده الالجوريزم بتاع الكي ميز حد عنده مشكله مع السؤال ده عملنا كلاسترنج باستخدام الكي مينز الجوريزم ماشي شوف طيب السؤال بقى. هنا مديلي داتا سيت بالمنظر ده هنا الداتا سيت البوينتس اللي فيها 1 دي بس يعني بوينت A عند بوينت 1 و B بوينت 6 C 0.8 D 2 E 3 خلاص تعال نكوبي الداتا طيب هنا K means clustering for K equal to 1 عندنا ال K ب 2 بوينت A بيقول لك انت اخترت 2 داتا بوينتس راندوملي علشان تنشيلايز الكلاسترز بتاعتك اخترت ان A تبقى هي السنتر بتاع كلاستر 1 و B تبقى هي السنتر بتاع كلاستر 2 خلاص
بتاع فلاستر 1 السنتر بتاع فلاستر 1 ده السنتر بتاع فلاستر 2 write down the assignment the cluster assigns the result يعني انت هتقول له بقى كل بوينت بقى assign تبع اهو cluster فهنا من غير ما نحسب باينة مين الكلاسترز تبقى عاملة ازاي انا عايز اشوف كل نقطة هي اقرب لانه الكلاستر انا حاططهم بالترتيب فيبقى كده البوينتس تبقى عاملة ازاي لو جيت تحسب بالديستانس هتلاقي ال 0.8 اقرب لل 0.6 من ال 0.1 يعني دي تبع الكلاستر ده والدي برضو اقرب لل 0.6 من ال 0.1 والاي اقرب لل 0.6 من ال 0.1 صح فانت انيشالي كده عندك في كلاستر 1 عندك الاي كلاستر 2 عندك بي وسي ودي هل دي واضحة؟ ماشي دي نقطة ايه بس مجرد هو قال لك initially two clusters بتوعها كانوا initialized هنا وهنا وانت هتقول له cluster assignments عاملة ازاي يعني كل point assigned لأنه cluster بس هي تطلع بالمنظر point B عايز ايه بيقول لك after assigning examples to clusters in A عايز 3 computed clusters centroids to the mean or average of the examples currently assigned to each cluster يعني عايزين نحسب ال cluster centroids من قبل دي بستخدم المين ده اللي احنا كنا بنعمله اصلا قبل كده ask for each cluster write the numbers that is the new cluster centroid of the examples that were assigned to the cluster يبقى لكل cluster نكتب الـ new centroid أو الـ mean خلاص يبقى لي كده الـ point A point B نحسب cluster 1 centroid اللي هو بكام؟ 4.1 اللي هو مفيش في الكلاستر بغير النقطة دي cluster 2 centroid هو عبارة عن إيه؟ average كل البوينتس دي مع بعض صح؟ افريج بوينت 6 زائد بوينت 8 زائد 2 زائد 3 واقسم على عددهم اللي هو 4 يطلع 1.6 طيب ادي كده بوينت بي خلصنا حد مش واضحه لي بوينت رقم سي بيقول لي هريبيت بقى الكمبيوتيشنز دي اعمل 2 مور اتريشنز اول اتريشن على اول حاجة ساين بوينتس للكلاسترز باقي انا عندي هنا خلاص 2 سنترويدز 4.1 1.6 تمام ففي كلاستر 1 مين الأقرب للكلاستر 1؟ بوينت A دي في كلاستر 1 أكيد هي نفسها هي السنتر طيب النقطة رقم B هحسب المسافة ما بينها وبين كلاستر 1 وأحسب المسافة بينها وبين كلاستر 2 عشان أعرف هي تبقى تبع 1 ولا تبع 2 المسافة ما بين B والكلاستر ده بنص المسافة بين B والكلاستر ده ب 1 يبقى كلاستر 1 يروح عنده البي امسك السي السي ب 0.8 المسافة ما بينها وما بين كلاستر 1.7 المسافة بينها وبين كلاستر 2.8 يبقى انا اساين ده مع كلاستر 1 كلاستر 2 بوينت رقم دي قصدي نحسب المسافة بينها وبين كلاستر 1 وبين كلاستر 2 تطلع المسافة هنا 1.9 وهنا 0.4 هي تبع كلاستر 2 نحط رقم E المسافة ما بينها وبين 0.1 ب 2.9 وهنا المسافة أصغر أكيد فإيه؟ خطأ
بس انا كده عملت assignment من points في clusters. بعد كده هعمل ايه؟ recompute centroids. احسب الcentroid بتاع cluster 1 اللي هو A وB وC اللي هو 0.1 زائد 0.6 زائد 0.8 واقسم ده على 3 بس يطلع لك 0.7 و 0.8 اللي هو 1.5. الافريج هنا بتاع كلاستر 1 دي 0.5. الكلاستر 2 سنترويد اللي هو الدي والاي 2 زائد 3 ب 5 على ال 2 ب 2.5. انا كده خلصت ايه اتريشن رقم 1. هو قال لي 2 iterations فنعمل واحد iteration كمان. هو iteration 2 assign points to clusters cluster 1. نروح لcluster 1 ونروح لcluster 2 current points بالcentroid الجديدة بتاعتي. الـ 0.1 أقرب لمين؟ أقرب للنص ولا 2.5؟ أقرب للنص صح. يبقى إيه هنا؟ الB أقرب للنص والأقرب 2.5 أقرب للنص. C ألاقي إن هي 0.8 أقرب للنص برضه. الD اللي هي باتنين ألاقي الفرق ما بينها وين دي 1.5 وهنا الفرق نص. يبقى الD تبع كلاستر 2. E أقرب لمين؟ ألاقي برضه أقرب لكلاستر 2. أنا كده ما حصلش تغيير عندي في الكلاسترز. نفس الكلاسترز يبقى انا كده ايه الالجوريزم عمل كونفرجنس. هو خلاص كده ثبت عندك تو كلاسترز نفس السنترويدز. واضح السؤال ده؟ السؤال رقم 3. هنا مدلنا بقى حاجة بدون أرقام، حاجة نعملها بالنظر كده. هو بيقول لي عايزنا نعمل كي مينز على الداتا سيت الجيفن بلو. الداتا جوينز دي عندنا 2 initial clusters 5 و 7، وهنا بيقول لي cluster centers معمولة كسكويرز. هو هنا عامل لي مربع عندك 5 و 7 دول 2 points دول initially هم centers بتوع clusters. هنا مفيش ارقام في الموضوع. هو هنا ابن الرسمه دي وعايزين نعملها حاجه فيجوالي. هو فينا بيقول لك هنعمل كي مينز على الداتا سيت دي. احنا يعني المطلوب ان احنا نرسم draw the cluster centers as squares and the decision boundaries that define each cluster. يعني انا هرسم باوندري في الرسمه هنا بحيث ان انا اقسم الجريد ده لتو كلاسترز. خلاص فاحنا هنعمل الموضوع بشكل فيجوال. نمشي كده نمسك اول نعمل اول اتريشن نشوف انه بوينتس تبع انه كلاسترز ازاي. هنا على الرسمه دي اعمل الديسيجن باوندريز اللي هتحدد لي البوينتس تبع انه كلاستر. يعني هل مثلا اقسم حاجه بالمنظر ده واقول ان السته دي تبع الخمسه ودول تبع السبعه، ولا اقسمها ازاي مثلا تبقى مايله شويه كده اعملها ازاي؟ طب الاول الديسيجن باوندري ده النقط اللي عليه تبقى بتمثل ايه بالنسبه للتو بوينتس دول؟ حد يعرف؟ ازاي نجيب بالرسم خط كده يقسم لي ال 2 دي بلين ده نصين، البوينتس اللي فيه تبقى على الخط ده تبقى متساويه يعني في المسافه بين 5 و 7.
ماشي. هو المفروض الخط المستقيم اللي هو على مسافه ما بين مسافه متساويه بين 2 بوينتس يتجاب عن طريق ان انا ارسم شد خط كده خلاص، والخط اللي بيقسم في النص البايسيكتور يعني بتاع الخط ده اللي هو على مسافه متساويه بين الخمسه والسبعه وعمودي عليه هو ده اللي بيمثل الخط المسافات المتساويه ما بينه وبين الخمسه والسبعه. جيت عملت خط كده ودي قد دي الاقي ان اي نقطه اي نقطه على الخط ده لو جيت قست المسافه ما بينها وبين خمسه وما بين سبعه هلاقيها مسافه متساويه. البروبرتيز بتاعت التريانجل دي الاقي ان المسافه دي هتكون قد المسافه دي صح؟ ده رايت انجل دي المسافه المشتركه، فبالتالي اقدر هلاقي ان دي هي عباره عن ده سكوير بلس ده سكوير وكذا كده. هلاقي ان دايما الديستانس ثابت في المنظر ده. نفتكر كنا خدناه في الاسفلت لما بناخد الروت لوكس هو المحل الهندسي للنقط اللي على ابعاد متساويه من 2 بوينتس. بنحسبها بالمنظر، بناخد خط والبايسكتور بتاعه اللي هو يبقى مرسوم عمودي عليه هو ده اللي بيقسم البلين لنصين. خلاص اي بوينت اهو هي على مسافه متساويه بين الخمسه والسبعه، وبالتالي النقط اللي على اليمين هي اقرب للخمسه والنقط اللي على الشمال اقرب للسبعه. خلاص يبقى واضح ازاي هنا بعمل الديسيجن باوندري بتاعي. ده كده اتريشن، وطبعا الرسمه هتبقى في النهايه هي مش حاجه تو سكيل يعني او ارقام، هي اوريدي جيفن ده ما فيهوش ارقام، فاحنا هنرسمها بس مجرد رسمه. اتريشن رقم واحد، عملت اساينمنت للبوينتس تبع الكلاسترز يعني قلت النقطه 4 والنقطه 6 دول تبع الكلاستر ده، نقطه 1 2 3 تبع الكلاستر ده. طبعا هحتاج احسب السنترويدز الجديده بس ادي الديسيجن باوندري اللي انا كنت رسمت حاجه كده. فاحنا بقى عندنا هنا عايزين نحسب او نرسم سنترويدز جديده، هنا مثلا تبقى حاجه في النص، حاجه في النص دي الاكسات من هنا وبين هنا وهنا صح، يعني الاكس حاجه في النص تمام، والواي برضو بين حاجه ما بين الخط ده وما بين الخط ده حاجه في النص، بس تبقى اقرب لل 2 بوينتس عشان تبقى اصلا دول 2 بوينتس ودي نقطه يعني. لما اجي ارسم نيو كلاستر سنتر ارسمه هنا كده، المربع بتاعي بقى هنا. طبعا امتى تبقى المربع ده؟ هنا في الرسمه المربع هو بيمثل السنتر، بس الخمسة دي ايه بترجع نقطة بوينت عندي. ده كلاستر سنتر الجديد نرسمه كأمر. طيب وهنا برضو كلاستر سنتر الجديد عايزه تبقى حاجة في النص ما بين البوينتس دي، بس هيبقى أقرب عشان دول تلاتة بوينتس ودي نقطة واحدة، فأكيد السنتر هيبقى طالع لفوق شوية صح، والإكس برضو الإكس فاليو بتاعته هتبقى الناحية الشمال شوية. ترسم حاجة هنا مثلا بس انت رجل. ادي كده اول اتريشن اللي بعديه الرسمة اللي فوق اللي هنصعد منها. قلنا على طول كلاستر سنترز دول، قلنا دي خلاص ده ما بقاش السنتر، دي بوينت عادية
أيوة. ده كل iteration بنبدأ مكان ما وقفنا يعني آخر iteration. دلوقتي أنا عايز أرسم decision boundary جديد ما بين النقطتين دول. خلاص نفس الكلام برضه، لو أنت كأنك بتوصل دول بخط، ترسم خط عمودي عليهم في النص bisector، يعني هو لازم يبقى في النص ما بين الخطين، مش حاسس إن هو يقسم ده إيه نصين متساويين يعني. خلاص فليكن الخط بتاعي هيطلع بالمنظر ده، وبالتالي هلاقي ان الاساينمنت الجديده ان 3 بوينتس دول بقى تبع الكلاستر اللي هنا، والاربعه بوينتس دول تبع الكلاستر ده. اعيد بقى حساب السنترويدز تاني، امسح بقى خلاص السنترز القديمه دي، واحرك السنتر اخليه في نص الداتا بوينت، يعني اخليه هنا حاجه فوق اقرب للداتا بوينتس دول كده. هادي السنتر، والسنتر بتاع ده حركه ايه تحت هنا حاجه في النص بس. لو جيت دلوقتي اخدت خط جديد ما بين الاثنين دول، ادي هو ادي الاساينمنت الجديده اهي، لو جيت اكمل اتريشن كمان هنا كده، ادي اوصل تو لاينز واقطع في النص، لاقي برضو ان الكلاستر سنترز ثابته، يعني نفس الاساينمنت نفس البوينتس في الكلاستر سنترز بتفضل زي ما هي، فبالتالي انا خلاص كده ايه هكونفرج، هذا كده ايه وصلت للكونفرجنس، خلصت البروبلم. واضح هنا عملنا ايه؟ واضح الفكره بتاعت الديسيجن باوندري. شوف السؤال اللي بعده، هنا يبقى سؤال بقى عن الاجلوميريتف كلاسترنج. عندنا 1 dimensional data set 1 5 8 10 2، خلاص عايزين نستخدم agglomerative clustering with complete link، يعني دي الطريقه اللي احنا هنقيس بيها المسافات ما بين التو كلاسترز باستخدام الكومبليت لينك، وهنستخدم Euclidean distance خلاص علشان نعمل hierarchical clustering. في مطلوب تاني هتشوفه بس بعد ما نخلص hierarchical clustering خالص. احنا قلنا ايه الستبس بتاعت الالجوريزم بتاع الاجلوميريتف كلاسترنج، قلنا احنا كل ستيب بنحاول نشوف فين اقرب تو كلاسترز ونضمهم على بعض، فكل اتريشن بعمل الديستانس ماتريكس. خلاص تعالوا نسمي دي بوينت رقم 1، بوينت رقم 2، بوينت رقم 3، بوينت رقم 4، بوينت رقم 6. ماشي، نعمل ديستانس ماتريكس. طبعا انيشالي كل بوينت في كلاستر لوحدها، عشان كده ايه
عندي 5 كلسترز. المسافة بين 1 و1 بزيرو، مسافة بين بوينت 1 وبوينت 2 بأربعة، مسافة بين بوينت 1 وبوينت 3 بسبعة، مسافة بين بوينت 1 وبوينت 4 بتسعة، بوينت 1 وبوينت 5 1. خلاص بتعمل ماتريكس فيها مسافات من كل نقطة لباقي النقط كلها. مسافة من نقطة رقم 2 دي نقطة رقم 1 4 برضه، هنا بين 2 ونفسها ب 0، هنا بين 2 و3 ب 3، هنا بين 2 و4 ب 5، هنا بين 2 و5 ب 3. نفس الكلام نقطة رقم 3، بس هجيب المسافة ما بينها وبين نقطة رقم 1 هي ب7. طيب بينها وبين نقطة رقم 2 هي ب3، وبعدين هي ونفسها ب0، بعدين هي ونقطة رقم 4 مسافة 2، آخر نقطة مسافة 6. نقطة رقم 4 ما بينها وبين نقطة رقم 1 ب9، وبينها وبين نقطة رقم 2 ب5، وبينها وبين نقطة رقم 3 ب2، وبينها وبين نفسها ب0، وبينها وبين آخر نقطة نقطة رقم 5 ب8. تمام، آخر حاجة نقطة رقم 5 ما بينها وبين نقطة رقم 1 ب1، ما بينها وبين نقطة رقم 2 ب3، ما بينها وبين نقطة رقم 3 ب6، نقطة رقم 4 ب8، آخر نقطة ب0، زي نفسها. واضحه جبنا الماتريكس ازاي، احنا كل ده لسه في اول اتريشن. اول حاجه بنجيب الديستنس ماتريكس علشان ايه، نشوف انو تو بوينتس او انو تو كلاسترز هندمجهم مع بعض. طيب فهنا من الماتريكس دي مين اقرب تو كلاسترز لبعض؟ مين أقرب 2 points هنا لبعض؟ وأقرب 2 clusters؟ سامعين طيب الصوت واضح؟ واضح يا باشمهندس. طيب تمام، يبقى هنا في الماتريكس إزاي أعرف فين أقرب 2 points أو أقرب 2 clusters لبعض؟ قلنا بشوف أصغر value، أصغر value في الماتريكس اللي هي الواحد، صح، ان هي المسافة ما بين كلاستر 1 وكلاستر 5. يبقى انا كده هضم 1 و5 على بعض. خلاص طبعا عشان احسب المسافات احنا بنستخدم كومبليت لينك، بس هي لسه كل بوينت لوحدها، وبالتالي خلاص انت بتحسب مسافات ما بين النقط وبعضها، يعني لسه كل كلاستر بيمثل بوينت واحده بس. ماشي، يبقى انا كده هيبقى عندي 1 و5 دول هينضموا يبقوا في كلاستر جديد. هعمله هنا. واحد وخمسة بقوا مع بعض. بعد كده عندي كلاستر رقم 2، رقم 3، رقم 4. هنا 1 و5، 1 و5 دول كده بقى بيمثلوا كلستر مع بعضهم، كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4. بحسب بقى المسافات، 1 كلستر 1 و5 المسافة ما بينه وما بين نفسه 0. 1 و5
الكلاستر مسافة ما بينه وما بين الكلاستر رقم 2 اللي هو النقطة 5 دي، صح؟ عايز أجيب المسافة ما بين كلاستر 1 و 5 اللي هو بيضم 1 و 2 والنقطة رقم 5 خلاص اللي هي نقطة رقم 2 يعني اللي هي الفاليو بتاعتها 5. أحسب المسافة بينها زي في لامت كومبليت لينك. عايز أحسب الديستانس ما بين 2 اللي هي النقطة دي وما بين الواحد وخمسة ككلاستر كده استخدام الكومبليت لينك. الكومبليت لينك بيعمل ايه؟ بيجيب المسافة ما بين دي ودي 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 بياخد الكبيرة، ياخد أكبر مسافة، أكبر مسافة ممكنة. فهنا ايه أكبر مسافة بين الواحد والخمسة والاثنين؟ واحد واثنين. مسافة ايه أكبر مسافة؟ بقى الفاليو بتاعتها كام؟ أربعة بالظبط، اللي هي خمسة ناقص واحد بأربعة. بس كده. بس. طيب. نفس الكلام بقى، نقطة واحد وخمسة هجيب المسافة ما بينها وما بين النقطة التالتة. خلاص كلاستر واحد وخمسة مع الكلاستر تلاتة. بس نفس الكلام. تلاقي عندك مسافة سبعة ومسافة بستة. بقى تاخد سبعة. نفس الكلام. كلاستر واحد وخمسة اللي هو ده. وده مسافة ما بينه وما بين رقم أربعة اللي هو ده. لقي المسافة دي بتسعة ومسافة دي بتمانية، فأنا هاخد المسافة الأكبر. أنا بحسب على complete link. بس. نفس الكلام طبعا هنلاقي هنا هي الماتريكس. هي اللي هي مسافة بين الاثنين والواحد والخمسة. لسه اوريدي حاسبينها، مسافة بين التلاتة والواحد والخمسة لسه حاسبينها هنا وهكذا. بكتب يعني الماتريكس اهو. طبعا الدايجونالز بصفار ان المسافه بين الحاجه ونفسها بصفر. الباقي بقى نحسبه عادي، مسافه بين رقم 2 وبين رقم 3 3، مسافه بين رقم 2 ورقم 4 5 هنا 3 هنا 2 هنا، مسافه بين 4 وال 2 خمسة، هنا صفر من الأربعة والتلاتة تبقى اثنين. دلوقتي احنا كده خلاص عملنا دي الإتريشن الجديدة اهي، عملنا الـ Distance Matrix دي الـ Updated Distance Matrix. هعمل بيها ايه بقى دلوقتي؟ نفس الكلام، هشوف فين أصغر value في الماتريكس. هي دي أصغر value في الماتريكس. أصغر فاليو يعني أصغر ديستنس اللي هي ما بين الأربعة وما بين التلاتة. أنا دلوقتي محتاج أدمج الأربعة والتلاتة مع بعض. عايز أدمج دول كده مع بعض. وأعمل ماتريكس جديدة. أجي أعمل كلام إتريشن. عندي الواحد والخمسة. والاتنين لوحدها. والثلاثة والأربعة انضموا بقى مع بعض. دي سكند إتريشن ودي ثيرد إتريشن. طيب نعمل نفس القصة. المسافة ما بين واحد وخمسة، واحد وخمسة زيرو. طيب المسافة ما بين الواحد وخمسة والاثنين، واحد وخمسة والاثنين المسافة ما بينهم بكام؟ قلنا هنا دي أربعة ودي ثلاثة، يبقى هاخد الأربعة. المسافة ما بين كلاستر واحد وخمسة هو ثلاثة وأربعة، واحد وخمسة وثلاثة وأربعة نعلم عليهم فين؟ أهو واحد وخمسة وثلاثة وأربعة. شوف ايه اكبر مسافه ما بين اتنين؟ اكيد المسافه بين العشره والواحد هي اكبر حاجه اللي هي تسعه. المسافه ما بين الاتنين والواحد وخمسه هي مسافه بين الواحد وخمسه واتنين اللي هي الاربعه. المسافه بين الاتنين والاتنين بزيرو. المسافه ما بين الاتنين والتلاته واربعه هذه النقطه رقم اتنين والتلاته واربعه اللي هي اكبر ديستانس اللي هي بخمسه، صح؟ دي اكبر مسافه.
المسافة ما بين 3 و4 1 و5 هي هي المسافة بين 1 و5 3 و4 اللي هي دي، يبقى هكتبها زي ما هي. طيب 3 و4 وال2 هي هي المسافة بين ال2 و3 و4 ال5 هنا دي 0 عند الدائرة. يبقى هنا ايه اكبر او هنا ايه اصغر مسافة عشان ادمج بقى الحاجة مع بعضها؟ هلاقي ال4 صح، ال4 هي اصغر فاليو، انت هتدمج الواحد ونص والاثنين مع بعض في كلاستر جديد. نعمل الاتريشن كمان. ناخد الواحد ونص ومعاها الاثنين في كلاستر، والثلاثة والاربعة في كلاستر. اهو كده بقت الماتريكس بتاعتي 2 في 2 بس. خلاص تلاقي المسافة ما بين الواحد والخمسة والاثنين، ممكن برضو نعلم عليها، الواحد والخمسة والاثنين، واحد وخمسة اثنين، والثلاثة والأربعة. ايه اكبر مسافه ما بين التو كلاسترز دول؟ حد يقول لي ايه اكبر مسافه ما بين التو كلاسترز دول؟ 3 و4 وال1 وال2 و5. انا عندي هنا 3 بوينتس وعندي هنا 2 بوينتس، وانا عايز اشوف اكبر مسافه ممكنه ما بينهم. اختار بوينت من هنا وبوينت من هنا بحيث ان المسافه بينهم تبقى اكبر حاجه. اختار مين ومين؟ اختار الواحد والعشرة صح، بحيث ان الديستنس بينهم اكبر حاجة اللي هي 9. هنا دي طبعا 0 ودي 9. فاخيرا هضمك بقى كل حاجة مع بعض، يبقى كده بقى عندي ايه كلاستر. ادي كده عملت الهيراركال كلاستر. علشان نجاوب على السؤال بتاع الماكسيمال لايف تايم ده، تعالوا نرسم الدندروكروم. بس قبل ما نروح للدندروكروم، هل الستبس دي فيها مشاكل؟ مجرد بنشوف دايمتين اقرب تو كلاسترز نضمهم مع بعض وبعدين نعيد الحسابات من اول جديد. ده كل اللي بنعمله. عايزين نرسم بقى الدندروكروم. تمام. على الدندوجرام انيشالي كده بحط هنا البوينتس اللي كانت لوحدها، يعني انيشالي عندك 1 2 3 4 5 صح؟ عندك 1 2 3 4 5 وانت في البدايه كده ضميت مين ومين؟ انت خدت الواحد والخمسه مع بعض، ده اول حاجه انت عملتها، ضميت الواحد والخمسه. فانت وانت بترسم الدندوجرام بس ايه؟ يعني حط الخمسه جنب الواحد علشان تعرف ترسم الرسمة هي صح. خلاص فالواحد والخمسة هم انضموا على بعض، دي أول حاجة اتعملت، وده حصل عند ديستانس كام؟ بوينت واحد وبوينت خمسة حصل عند ديستانس كام؟ عند ديستانس 1 صح؟ أجي هنا على الأكسس بتاع اللايف تايم ده أعلم عند الواحد صح؟ احنا هنا قلنا اللايف تايم دي تمثل الديستنس بس، اما ده هو عند اما الديستنس بينهم كانت 1. بعد كده في الستيب اللي بعديها اخدت مين؟ اخدت الثلاثه والاربعه، هعمل ده كده بوينت 3 وبوينت 4 والديستنس ما بينهم ضموا يعني كانت بكام؟ كانت باتنين صح؟ التلاتة والأربعة لما جيت اخترتها كانت الديستنس ما بينهم باتنين، فهحط هنا اتنين. كويس، يبقى ادي كده تاني جزء. بعد كده هلاقي إن أنا ضميت الاتنين
على الواحد والخمسة، لما المسافة بينهم كانت باربعة، أنا هضم الاثنين على الواحد والخمسة أهو، and the distance أربعة. وأخيرا ضميت ثلاثة والأربعة والكلاستر ده كله، and the distance كان تسعة. هذا كده كده عرفت ارسم البنتجرام. في مشكله في رسم البنتجرام، ما جيتو من الكلسترنج بتاعي، طيب في هنا كان طلب كمان، هو بيقول لك استخدم بقى الماكسيمال لايف تايم از ذا كاتنج ثريشولد وهاو ماني كلاسترز ار زير وات از ممبرشيب ان ايتش كلاستر. هو هنا طبعا في الاجلوميريت بنفضل مكملين لحد ما نضم كل حاجه لوان كلاستر. طيب هو هنا بقى في حاجه ممكن نستخدمها علشان نحدد عدد معين للكلاستر، يعني انا عمال بضم الكلاسترز على بعض لحد ما اوصل لوان، بس انا ممكن اقف قبل ما اوصل هنا، بس ممكن مثلا اقف عند ان انا وصلت الداتا بتاعتي ل 2 كلاسترز او وصلتها ل 3 كلاسترز، فانا المفروض اقف فين؟ لو انا عايز يعني حاجه تختار لي يعني طريقه ان انا اوقف بيها عند كي معين، عدد معين من الكلاسترز. في حاجه اسمها ماكسيمال لايف تايم ثريشولد، ده بعمل ايه؟ بجيب ال 4 كلاستر لايف تايم وال 5 كلاستر لايف تايم وال 3 كلاستر لايف تايم لحد ال 2 كلاستر لايف تايم اللي هو هنا. تحسب كل الكي كلاستر لايف تايمز وتشوف فين اكبر واحده فيهم. خلاص الكبيره اكبر فاليو في الفاليوز دي هي اللي انا ممكن اوقف عندها. الفاليو دي بتمثل ايه؟ الفاليو اللي انا ممكن اوقف عندها او الكي كلاستر لايف تايم دي بتمثل ايه؟ بتمثل الديستنس اللي ما بين ظهور مثلا سي وليكن 3 كلاستر لايف تايم، بتمثل الديستنس ما بين ظهور ال 3 كلاسترز واختفائهم. خلاص فلو الديستانس دي كبيره قوي خلاص، يبقى ده معناها ايه؟ معناها ان انا لما انتقلت للستيب اللي بعديها ضميت 2 كلاسترز بعاد جدا عن بعض، فبالتالي ما كانش له لازمه ان انا اضمهم. هي دي الفكره بتاعت الكي كلاستر لايف تايم، ان انت هنا بتقيس ديستانس، مش الفرق في اللايف تايم ده هو فرق في الديستانس. فانت اكبر حاجه او اكبر واحده في اللايف تايمز دول تمثل ان انت قربت 2 كلاسترز بعاد عن بعض، خليتهم يندمجوا في كلاستر واحده. فانت كان ممكن تستوب عند الستيب دي، ما كانش لازم تضمهم على بعض. فهي دي زي كرايتيريا ممكن تستخدمها علشان تحدد كي معينه تقف عندها كثريشولد كده للكي، استخدم كي بكام. فاللي انت بتعمل تحسب ال 4 كلاستر لايف تايم 3 كلاستر لايف تايم كلاستر لايف تايم وتشوف فين اكبر فاليو، وهي دي اللي انا هاخدها ككي. تمام، احنا زي ما احنا شايفين هنا مثلا الفور كلاستر لايف تايم فاليو دي ناقص الفاليو دي اللي هي ب 1 صح، والثري كلاستر لايف تايم هلاقي ان هو الفرق ما بين ده وده هو ال 2 صح؟ الفرق بين ال 4 وال 2. طيب وال 2 كلاستر لايف تايم هو الفرق بين ال 9 وال 4، الفرق ما بينهم ب 5. ده أكبر فرق فيهم، ده أكبر فرق فيهم. خلاص الكلاستر دي بدأت عند ديستانس 4 والديستانس لما اختفت كانت ب 9، خلاص فده فرق كبير. خلاص فأنت كأن ال 2 كلاسترز دول انضموا على بعض والديستانس ما بينهم كانت ايه اكبر ما يمكن، بس الديفرنس يعني في الديستانس كانت 4 وبعدين بقت ب 9، ده فرق كبير جدا. خلاص فيبقى كان الاحسن ان انا اوقف عند 2 كلاسترز بس، اللي هو الكلاستر ده والكلاستر ده. واضح الكرايتيريا ده بنستخدمه ليه؟
طبعا الممبر شيب في الاخر هو 3 و4 تبع الكلاستر ده، و1 و5 و2 تبع الكلاستر ده. دي واضحه. واضحه الفكره هنا ولا لا؟ ماشي. اخر سؤال، السؤال رقم 5، عايزين نعمل كلاسترنج برضو هيراركال كلاسترنج على الداتا سيت دي، 3 الجوريزمز مختلفين، بس كومبليت وسنجل لينك وافريج لينك. اني اسلكت الداتا تمام. عايزين نعمل الكلام ده بالسنجل لينك وبالكمبليت لينك وبالافريج لينك، يعني نعمل هيراركال كلاسترنج 3 مرات. طبعا ده كتير، بس احنا هنشوف ممكن في الكيس اللي هي الوان ويك دي تبقى سهله، مش محتاجين نعمل ماتريسيز كتير، يعني ممكن بالنظر كده نقدر نعمل عمليه الكلاسترنج. تعالى نبدا بالسنجل لينك. عايزين نعمل هيراركال كلاسترنج بالسنجل لينك. طبعا احنا عايزين نوصل لتو توب ليفل كلاسترز، يعني عايزين نوصل لتو كلاسترز، بس هنفضل نضم الحاجات على بعض لحد ما نوصل لتو كلاسترز. خلاص ده المطلوب يعني. فادي البوينتس الانيشال بتاعتي يعني. مين اقرب نقطتين لبعض اقدر اضمهم على بعض؟ طبعا النقط هنا 1 دي مترتبه ورا بعض صح؟ 0 4 5 20 25 30 43 44. فانت ممكن تشوف المسافات ما بين كل نقطه والنقطه اللي بعديها على طول. يعني مش محتاج تجرب كل البيرز، ان هو اكيد مثلا ال 25 بعدها عن ال 20 اقل عن بعدها من ال 5، اقل عن بعدها من ال 4، اقل من بعدها عن ال 0 وهكذا. صح؟ فانت تقدر تبص على النقط اللي ورا بعض على طول بسهوله. فانيشالي كده في اول اتريشن اضم انه نقطتين على بعض. حد يعرف يقول لي اضم مين؟ 4 5 ماشي، ممكن اضم ال 4 وال 5 صح، المسافه ما بينهم بواحد. تعالى نضمهم ونسيب الباقي زي ما هو، او حد كان ضم برضه 43 و 44 مع بعض، هي هي برضه مش مشكله، نفس الديفرنس. بعد كده ممكن اضم مين؟ باقي الديفرنس وبين دول اقل حاجه ممكنه صح؟ طيب بعد كده نشوف المسافات. انا عندي هنا المسافه ما بين الزيرو والاربعه والخمسه باربعه صح؟ المسافه بين التو كلاسترز هنا شغال بسنجل لينك، المسافه هنا باربعه، وهنا المسافه ب 15 وهنا المسافه ب 5، وهنا المسافه 5 و 9 يعني 14، وهنا المسافه ب 4. خلاص يبقى انا اقل مسافه عندي هي ايه؟ 4، سواء هضم الزيرو مع الاربعه والخمسه او هضم ال 39 على الكلاستر ده. دايما بشوف ايه اقل حاجه فيها ديستنس يعني، واعمل الموف دي. وبعدين هعمل ايه؟ هاجي اشوف المسافات. هنا المسافه ما بين التو كلاسترز دول 15، هنا المسافه 5، هنا المسافه 14، هنا مسافه 4. يبقى اقل مسافه عندي هي الاربعه صح؟ يبقى ضم دول مع بعض. انا ايه مش محتاج ديستنس ماتريكس ولا حاجه، تقدر على طول بالنظر كده تقدر تجيبها. بعد كده المسافه بين الكلاستر ده والكلاستر ده 15 صح؟ تاخد اقل ديستنس عشان ده سنجل لينك. هنا المسافه دي ب 5 وهنا المسافه دي ب 14. انا اضم
الحاجة اللي بمسافة 5 هم دول يعني معطى 20 و 25 هنا بقى المسافة ما بين التو كلاسترز دول بكام؟ كلاستر ده وكلاستر ده أقرب حاجة هنا 15 صح؟ طب والمسافة هنا 25 و 39 5 و 9 14 يبقى دي كده أصغر أنا هضم ده هنا بس كده أنا كده عملت هو قال لي اوصل يعني التو كلاسترز فانا وصلت التو كلاسترز فيها مشكله دي نعيد بقى نفس الكلام على الكومبليت لينك هعمل نص القصه دي من الاول على الكومبليت لينك ادي البوينتس انيشالي هينيتشري برضو كل نقطة لسه لوحدها فأنا ممكن أضم الأربعة والخمسة زي ما عملت مرة اللي فاتت صح؟ وبعدين مين أقرب اتنين؟ وجيت عديت عليهم بالترتيب كده هلاقي هنا برضو difference one صح؟ فممكن أضمهم مع بعض طيب المسافات هنا المسافة بخمسة هنا عندي مسافة بخمستاشر هنا مسافة 5 هنا مسافة 14 هنا مسافة 5 خلاص ممكن ان انا عندي يعني مسافتين بخمسة اضم الزيرو مع الاربعة بالخمسة خلاص دي اقل ديستانس موجودة عندي اجي اشوف المسافات هنا عندي مسافة ب 20 صح المسافة بين الكلاستر ده والكلاستر ده ب 20 دي اكبر مسافة ممكن ده كومبليت لينك هنا عندي مسافة بخمسة وهنا عندي مسافة بأربعة وخمسة وهنا برضو ممكن أضم دول أو أضم دول هي نفس ال نفس الكورس يعني أو نفس الدستة أضم دول مثلا أجي أشوف المسافات هلاقي هنا مسافة 25 وهنا هلاقي مسافة ب 19 وهنا هلاقي المسافة ب 5 يبقى هاخد أقل حاجة اللي هي 5 وهضمهم على بعض أجي بقى أقيس المسافة ما بين دي ودي تطلع بكام؟ تطلع ب 25 صح؟ أكبر ديستانس ممكن طب وهنا مسافة ما بين ده وده هي عندي 24 بس صح؟ هي أكبر مسافة يبقى برضه اوصل لنفس الكلاسترنج اللي وصلت له في السنجل خلاص ادي كده عملنا الكومبليت يعني فيها مشكله اخر واحده بقى اللي هي الافرج لينك ده المفروض يطلع الكونكلوجن بتاعنا ان هي الوحيده اللي البيهافير بتاعها مختلف شويه نوصل لإيه بالأفريج دي هذه initially كل نقطة برضو كانت لوحدها طيب عايزين نشوف فين أقرب نقطتين أو أقرب two clusters لبعض عشان ندمجهم هنلاقي إن الأربعة والخمسة برضو فرق بينهم بواحد بعد كده لو جيت عديت بس على كل الديستنسز هلاقي ان هنا الفرق بواحد اقل فرق بعد كده شوف المسافات هنا المسافه ما بين الزيرو وما بين الكلاستر ده 4.5 اللي هو الافرج ما بين المسافه دي والمسافه بين الخمسه والزيرو هنا عندي ديستنس 4.5 وهنا عندي ديستنس افريج ما بين ال 16 وال 15 بس هو 15 ونص هنا عندي ديستنس ب 5 هنا عندي ديستنس ب 14 وهنا عندي
مسافه بكام؟ ب 4.5 برضه صح، ده الديفرنس ده ب 4، والديفرنس بين 39 ل 44 ب 5، يبقى عندي 4.5 هنا و4.5 هنا، بس يبقى هدمج مثلا 0 مع ال 4 و5، ادي اصغر ديستنس. باجي ابص بقى على المسافات هلاقي ان ال 39 هتنضم هنا صح، لان المسافه دي كانت ب 4.5، المسافه دي كده كانت ب 4.5، نقدر ناخدها مع دول. بعد كده نحسب الـ distances، المسافة ما بين الـ 20 وما بين الـ cluster ده، هتلاقي هنا مسافة 20، الـ average ما بين الـ 20 والـ 16 والـ 15 صح؟ وهنا المسافة بـ 5 بس، وهنا المسافة الـ average ما بين ال 25 و 39 اللي هي 14، وهنا اكيد هتبقى اكبر يعني في النهايه، فاكيد ال 20 و 25 هم اصغر ديستنس صح. انا هضم دول مع بعض برضه، نلاحظ برضه انت ما احتاجتش تفضل تحسب كل ده صح، هي باينه بالنسبه لك ان انت هتعمل كلاسترنج كده دلوقتي بقى. أوف. ان الديستانس ما بين الكلاستر ده والكلاستر ده والكلاستر الثاني والكلاستر الثالث تمام، فنحسبها بقى. انا هنا عندي ايه ارقام كتيره مختلفه، نحسب الديستانس ما بين الكلاستر 1 والكلاستر 2، هي افريج المسافات كلها، ده اللي انا هعمله ببساطه، اللي هو اول ديستانس هنا ب 20 مثلا صح، هنا المسافة ما بين ده وده ب 20، مسافة بين ده وده ب 25، مسافة بين ده وده ب 16، وده ب 21، مسافة ما بين الخمسة ودي ب 15، مسافة بين الخمسة ب 25 ب 20، وهكذا. يبقى كل الديستانسز دي هعمل لها افريج مع بعض خلاص. انا عندي افريج بتاع ال 20 25 وال 16 21 و 15 وال 20، المسافات دي كلها احسب الافريج بتاعها يطلع معاك ب 19.5، ادي اول ديستنس. ديستنس ما بين اخر 2 كلاسترز، كلاستر 2 وكلاستر 3 نفس الكلام، هات برضو كل المسافات ما بين كل البوينتس جيب الافريج، يبقى عندك 19 23 زائد 24 يبقى 14 زائد 18 زائد 19 على 6 يطلع لك برضه 19.5. هنا بقى ده مختلف عن التو الجوريزمز اللي فاتوا. التو الجوريزمز اللي فاتوا يعني انا كنت دايما بلاقي ان المسافه ما بين دي ودي هي الصغيره. هنا لو حد استنى الافرج لينك لا، ممكن يطلع بتو ريزلتس مختلفين، ممكن يجروب دول مع بعض او ممكن يجروب دول مع بعض. بس هنا بيورينا ان البيهيفير بتاع الافريج لينك مختلف عن السنجل والكومبليت لينك. خلاص في مشكلة في السؤال دي؟ ده كان آخر سؤال عندنا في الشيت. بس في ناس بقى عندها أسئلة السكشن اللي فاتت يعني ممكن يسألني دلوقتي.